هي أول مرة الجميع بيفوتوا على بيتنا، خطبة هاي رح يعجبهم. أنت ما معك خبر إنه اليوم غادة عم تخطب؟ كيف يعني؟ طب رح تكون مقصبة، مكشرة، زعلانة، شو؟ مين أمي؟ أعوذ بالله. وصلوا. الشاب اللي جاي يخطب على سوري. شو؟ اسم الله، أنت أحلى من الصور، قرب لبوسك. شلونك خالة؟ إن شاء الله ما في شيء. أنا من هون ماني متحركة، يرجع من مطرح ما إجوا. أبداً. خلص، كبيهم برا، كله لمصلحة أختي. مروان؟ يعني كان في بيناتهم علاقة بابا؟ أكيد، هدول هن البنات الإمكانيات. مش رح ياخذك الصورة. في ظلال الياسمين تراب. ملك القدود هيدا. لا ملك القدود ولا غيره بنسيني. طول بالعرض السخيف تبعه؟ بعد فيه أحلى جزء. سامر! يمكن يلي مرقوا بعمري قطعوا صدفي. أنت حبيتي أكتر من الكل. يمكن هيدا هو قدري ولازم تفي. والله بحبه. ما تخافي، هذا فريع العيد. بابا سامي الخاتم ما عم لاقي.